حبايبي السلام عليكم ورحمة الله من داخل استاد البيت يلي يعني رح يستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم بعد بضع ساعات من الآن. نحن حاليا داخل الاستاد، شوفوا التجهيز والترتيب. طبعا أول ما وصلنا على كل كرسي في هذه الأكياس اللي انتم شايفينها، هلا رح نفتح ونشوف الأكياس شو فيها. أنت في قطر، تخيل يرعاك الله. طبعا هذه لفاحة وهذا تيشيرت وهذا تروفي باحتفالية كأس العالم، شوفوا ما أجمله. طبعا في سمول بادج تبع كأس العالم، وهذه أعتقد أنها هي بتنحط بريسلت بالإيد. آخر شيء بدنا نورجيكم هون، شو فيه؟ أوه ماي جاد، عطر. لسه في عندنا هذا الباك هون، بدنا نشوفه. أوه ماي جاد، تخيل يرعاك الله، تخيل يرعاك الله أنت في خطر. 4, 5, 6.